أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مرة ثانية في برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وتأثير المبيدات التي تستخدم عادة في الخضار والفواكه، لكن هل هذه المبيدات تستخدم أيضا للمشروبات الغازية والطاقة؟ ضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. طرق التواصل عبر الهاتف 600551414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. نرحب أيضا بضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. دكتورة نادية، السلام عليكم وأهلا وسهلا فيك. عليكم السلام دكتور، يا هلا. طيب، استمعنا من زميلنا محمد في الإخراج لنصيحة عن مشروبات الطاقة، ودائما نركز على صحة الأطفال دكتورة نادية. قبل ما نحكي عن المبيدات، مشروبات الطاقة بالنسبة للأطفال. أعتقد أنه الأطفال أصلا ما لازم يشربون مشروبات الطاقة، لأنه ما أعتقد يحتاجوها أولا. بعدين أكيد أنه سعرات حرارية بزيادة، وثاني شيء أكيد فيها كافيين تعطيهم نشاط، اللي إحنا ندري الطفل إلى عمر 11 سنة 12 سنة لازم نقل، يعني ما لازم نعطي كافيين أصلا لأنه يضره. وبعدين أكيد في تسوس الأسنان، في أيضا نبلش إحنا بعمر مبكر، أكيد السمنة، مشاكل عظام، مشاكل لثة، السكري، مشاكل هضم، كل هذني فيها في مشروبات الطاقة. فإذا النصيحة بالنسبة لأولياء الأمور، للآباء والأمهات، أن ينتبهوا على هذا الأمر. وأيضا يعني نتمنى أن يكون هناك حتى قرار بعدم منع مشروبات الطاقة لمن هم أقل من يعني 18 سنة. طيب دكتورة نادية، موضوعنا عن المبيدات، ما تأثير المبيدات على صحة الإنسان، على صحة أيضا الأطفال؟ طبعا المبيدات أكثرية الأوقات تستخدم لتحمي الزرع من البكتيريا، من الحشرات، من القوارض. المبيدات هي تقتل الكوائن الحية، فتقدر تقتلنا، مثل السم تقدر تكون إذا أخذناها طبعا بكميات كبيرة. طبعا الحكومات تحدد لنا الكميات وطريقة الاستخدام مالتها، بس البقايا على الفواكه مثلا الخضروات أو الأكل تقدر تكون خطرة على جسم الإنسان، مدمرة أيضا لجسمنا إذا تكون بكميات كبيرة. في دراسة نشرت على CNN، الأطفال مع أكثر تعرض طبعا للمبيدات الغذائية اللي يلتقي في الخضروات والفواكه عندهم أكثر مشاكل انتباه، صعوبة بالتعليم، أكثر فرط النشاط، ويا الوقت يصير عندهم مشاكل في الجهاز العصبي، يعني أمراض مال الجهاز العصبي. طبعا عند الكبار نفس الشيء، مشاكل بجهاز العصبي، المناعة تكون منخفضة أو ينقص أو يخفض المذني المبيدات، تخفض المناعة مال جسمنا لأنه تأثر على الليمفوسايت، على كريات البيض وغيرها اللي هي اللي تقوي المناعة. عند النساء مرتبطة هذني المبيدات مع سرطان الثدي. وأكثر شيء نقدر نشوف يعني هذني المبيدات على طبعا الفواكه والخضروات مثل الكرفس أو مثل الخوخ، التفاح واحد من الأشياء اللي أكثر شيء في مبيدات، العنب، التوت الأسود، هذني الأشياء أكثر شيء فيها مبيدات. طبعا أعتقد مرة أنا تكلمت أنه شلون نقدر نتخلص من، طبعا أكيد يعني كيف نتخلص من هذه المبيدات التي تستخدم عادة بالنسبة للخضار والفواكه. أول شيء كانوا طبعا يقولون حسب Center for Science and Environment اللي يشوفون أنه المبيدات نقدر نتخلص منهم إلى 80-85% من الأكل، الفواكه والخضروات. نحط الفواكه والخضروات خصوصا الخضروات الورقية مثل السبانخ، البقدونس أو غيرها، 3 كوب من الماء، 1 كوب من الخل مدة دقيقة، أو حتى 1 لتر من الماء، 2 ملعقة من الملح، من 5 دقائق إلى 10 دقائق ننقع الخضروات أو الفواكه اللي تكلمت عليهم، منهم التفاح أكثر شيء الناس يأكلوها. وهاي نشوف يعني كثير نشوف أنه الناس مثلا يأخذ التفاحة يعني ويا إيده ينظفها ويا كلينس ينظفها وبعدين يأكلها، هذا الشيء يعني أنا ما أنصحها. أفضل أنه دائما نغسله، وإذا ننقعها طبعا ويا لتر ماء، 2 ملعقة من الملح، 3 دقائق إلى 5 دقائق عفوا يكون زين، لأنه نتخلص من هذين المبيدات.
الغدات إلى 80%، بعدين نغسله ويا مي البارد وبعدين نتناوله. بالنسبة للفاكس، فد مرة صار عندي أحد اتصل بينا قال الفاكس اللي يكون موجود على الفاكهة مثلا التفاح أو الشمع أو الشمع ملعقة ليمون، طبعا ويا الملح نقدر نتخلص منه، ولكنه ملعقة ليمون ويا ملعقة بيكينج صودا ويا لتر من الماء نقدر ننقع مدة دقيقة لفترة دقيقة إلى دقيقتين مثلا تفاح أو غير الفواكه مثل العنب اللي يقدر يلتقي عليه الشمع، نقدر ننقعه وبعدين نخسه ويا الماء وبعدين نتناوله. فهنا احنا نقدر نتخلص 80 إلى 85 من هذني المبيدات، خصوصا ننتبه عند الأطفال، لأنه لا ننسى أنه الأطفال حجمهم صغير يعني جسمهم صغير وحجمهم صغير، فجدا مهم أنه يعني نغسل الفواكه بهالطريقة وبشكل زين قبل بعض الفواكه مثل ما قلت التفاح أو الخوخ أو العنب، لأن الأطفال هواي يحبون العنب، قبل لنطيهم إياه. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن المبيدات و تأثيرها على صحة الإنسان، طبعا المبيدات التي تستخدم بالنسبة للخضار والفواكه وأيضا بالمشروبات. ضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. هناك عدد من الرسائل، أحد هذه الرسائل تقول: السلام عليكم، متى إعادة البرنامج وكيف يمكن أن نسمع الحلقات السابقة؟ البرنامج طبعا لا يعاد، ولكن نقوم عادة بتسجيل كافة الفقرات في برنامجكم بلسم وإعادة بثها عبر قناة اليوتيوب على بلسم فور هيلث أو بلسم دوت تي في أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلسم لتعزيز الصحة بلسم فور هيلث بروموشن، وأيضا على الموقع الإلكتروني أوان الفقرات أيضا موجودة أو برنامجكم بلسم موجود. رسالة أيضا، كل الرسائل التي تأتي يعني في كل ما صدفناك عن البدانة والتنحيف والحقنة للتنحيف دكتورة نادية. طبعا أنا أسوي كم برنامج 3-4 دكتور بسام، بعدين أرجع على الوزن دائما لأنه أعتقد أنه دائما الناس يحتاجون لهذا الشيء، ودائما في أشياء أو بعض الطرق اللي تكون يعني جديدة أو علميا واصلي لها، وأعتقد هذا الشيء جدا زين للناس اللي عندهم صعوبة حقيقة. بالنسبة للحقن، في بعض الحقن نعم تنعطى الحين حتى في الدولة موجودة، وعلميا واصلين أنه طبعا هذين الحقن لازم تكون مع الدايت، يعني مع حمية غذائية. ما في شيء بدون الحمية. ما في شيء بدون الحمية، يعني حتى لو مثلا بعض الأوقات نشوف مثلا بعض الأشياء بعض الدعايات بدون الحمية أكثر أوقات ما تكون صحيحة، وحتى إذا تكون صحيحة فهذني تكون دراغز، يعني أدوية. أشياء أدوية اللي مو مسموحة يعني بشكل عالمي، لأنه تأثر على أعصاب الشخص وإلى تأثيرات جانبية وخطيرة أيضا. طيب رسالة عفوا، بالنسبة للمبيدات نتكلم طبعا عن الخضار والفواكه. طيب في المشروبات الغازية أيضا؟ نعم دكتور بسام، أنا حقيقة قبل أسبوعين كنت أقرأ هذا الارتيكل، وأنا شخصيا اتفاجأت أنه في مشروبات الغازية يقدر يلتقي المبيدات. وبعد اتفاجأت أنه بعض بلدان بالعالم مثل الهند يستخدمون المشروبات الغازية كمبيدات للزرع، يعني عشان الزرع يكبر يستخدمون بعض مشروبات الغازية يخلطوه ويا المي ويستخدموه. ورحت شيكت هاي المعلومة وشفت هذا الشيء صح. وطبعا يعني هلا بدل ما نستخدم المبيدات نستخدم المشروبات الغازية كمبيدات للحشرات. وبعد تفاجأت من شغلة حقيقة، أنه بعض المشروبات الغازية، مو المشروبات الغازية اللي تلتقي ببعض الدول، أولهم طبعا أمريكا، ثاني دولة كندا، بعض الدول الأخرى اللي تستخدم فيها المشروبات الغازية فيها مبيدات، ولكنه في أمريكا وفي كندا في دراسات صايرة على هذا الموضوع وشايفين أنه ما في مبيدات غذائية بهذني المشروبات، يعني فرق الفورمولا مال هذني المشروبات الغازية تختلف بهذني البلدان. طيب في الهند في المختبر شافوا أن مستوى البستيسايد أو هذني المبيدات اللي موجودة أكثر من المقبول عالمياً
140 مرة أكثر موجود فيها، خصوصا في نوع من المبيدات اللي اسمها لينادن اللي هي مسببة للسرطانات. فهذا النوع كان جدا عالي مرتفع، نقدر نقول 70% أكثر من اللي مقبول عالميا. طبعا احنا ندري انه المشروبات الغازية العادية اللي تكون بدون ويا السكر يعني تقدر اكيد تؤدي الى السمنة، الى السكري، مشاكل قلبية، تسوي تسوس الاسنان، مشاكل لثة، مشاكل عظام، مشاكل هضم، قرحة بالمعدة. وطبعا احنا ندري ايضا انه المؤسسات العالمية تتكلم عن 450 كالوري بالاسبوع، يعني من هذين المشروبات اي واحد اللي يكون لونه ابيض اصفر اورنج اسود، اوكي 450 سعرة حرارية، يعني دكتور بسام 100 ملي اللي يكون ربع كوب بس من هذين المشروبات في الاسبوع كله، يعني هذا يكون للكبير للصغير الكلنا مو اكثر من هذا. رسالة من الأخ محمد الجزيري وأيضا نوجه له تحية، يقول تحياتي لك دكتور بسام ولضيفتك الدكتورة نادية. سؤالي، هناك أرقام توضع على التفاح وتبدأ بالأرقام من 5، 9، و4 وهي بداية خانات، يعني عادة البركود. طبعا نجاوب على هذا السؤال ونذكركم بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو مع ضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. لكن بعد الفاصل، فاصل قصير، فابقوا معنا. السلام عليكم دكتورة نادية. عليكم السلام يا هلا. طيب الأخ محمد الجزيري كان طبعا يسأل، أرسل رسالة يقول عن الأرقام التي توضع على عادة الفواكه من التفاح. أرقام 5-9-4 وهي بداية خانات، ماذا تعني؟ أول شيء الرقم لما يبلش أو يبتدي مع 4 فمعناه النمو مالته يكون بشكل تقليدي، فهذا يراوي لنا أنه هل هذا المنتج متغير وراثيا أو مثلا عضوي أو النمو مالته بشكل تقليدي. من أقول بشكل تقليدي معناته في مبيدات غذائية تقدر تكون حشرية أو كيميائية وغيرها، ولكنه طبعا يعني محدودة أو يعني مطبقة حسب الستاندرد العالمي أنه كيف يعني شلون لازم نستخدم هذين المبيدات والكمية مالته. فهنا عندنا رقم 4 مثلا على التفاح، نشوف رقم 4 الرقم يبلش مع 4 ويبتدي مع 4 معناه أنه النمو يكون بشكل تقليدي. بعدين عندنا إذا الرقم يبلش برقم 8 معناته أنه هذا المنتج متحول أو متغير وراثيا، والرقم إذا يبتدي مع رقم 9 معناته أنه هذا المنتج عضوي. فأكيد أنه إحنا شي اللي مريض أنه المنتج يكون يبتدي مع رقم 8 أنه متغير عضويا. وراثيا. طيب السلام عليكم، لو سمحت ممكن تعيد مرة تانية متى إعادة البرنامج وكيف ممكن نسمع الحلقات السابقة؟ على قناة اليوتيوب هناك حساب لبلسم فور هيلث أو بلسم لتعزيز الصحة أو بلسم فور هيلث بروموشن أو بلسم تي في، يعني لو وضعتوا على الجوجل برنامج بلسم على إذاعة نور دبي وقناة اليوتيوب بتحصلوا كل تقريبا البرامج في الأشهر الماضية تقريبا وكل الفقرات، يعني كل طبيب لوحده تم طبعا نقوم بتسجيل. إضافة إلى ذلك فهو أيضا على الموقع الإلكتروني أوان موجود. وطرق التواصل على الهاتف حاليا 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. طيب ذكرنا عن مشروبات الغازية التي مثل ما ذكرتي في إحدى الدول تستخدم كمبيدات للحشرات. نعم صحيح هذا الشيء، لأنه المشكلة ويا المي اللي يستخدموها أكثر أوقات، يعني الشركة منتجي تنتج هذا المشروب المياه ما تكون معدنية ولكنه مياه جوفية، فغير أنه هذني تقدر يعني هذني المشروبات تقدر تحتوي على المبيدات ولكنه تحتوي أيضا على بعض المعادن الملوثة في بعض الدول. وطبعا لأنه للشركة هذا أرخص بكثير من ما تستخدم مياه
المياه المعدنية اللي مثلا تكون أكثر محددة أكيد بالمعادن وأكيد أكثر بالمبيدات اللي تكون الكيميائية أو الحشرية. فعلى مود هذا يستخدمون هذا الشيء. وفي بعض الدول وكثير من الدول أنه يعني هذني الأشياء أو هذني المشروبات الغازية ما بها أو بها بقايا أو بها قليل جدا من هذني المبيدات. وفي بعض الدول بالعكس مثل ما قلت تقدر تحتوي على 140 مرة أكثر من ما مسموح إليه عالميا. نعم. رسالة عبر الإنستغرام، كم مرة ممكن أشرب مشروبات غازية بالشهر أو بالأسبوع؟ نعم بالأسبوع. يعني بدون ما يكون له تأثيرات. نعم. بالأسبوع مثل ما قلت 100 ملي مو أكثر. طبعا هنا أنا بالسواقة بدبي أنا أحب هذا الشيء لأنه في عبوات فيها 150 ملي، العبوات الصغيرة الصغيرة جميل. نعم فنقدر أنه نستخدم هذاني مرة بالأسبوع أنا أقول مو أكثر من هذا. ولكنه بعد حتى لو العبوة تكون كبيرة نقدر يعني مرات، لأنه مثلا الشخص يجوز مرة بالأسبوع يأكل مثلا بيتزا أو برجر أو شيء متعلم. نعم متعلم أنه دائما هن يعلمونا يعني هي طبعا المنتجات يا محمد دائما مع مثل هذه الأطعمة سواء المعروفة بأشكالها الكبيرة والملونة وغير ذلك طبعا لازم يكون في أيضا مشروبات. فأنا أعتقد أنه لو إحنا نقدر شير نسوي يعني حتى لو العبوة تكون كبيرة فنحاول كبيرة، من أقول مو أبو لترين ولكنه مثلا فيها 330 ملي نحاول شير نسويها أو نتقاسم فيها. نعم طبعا حتى إحدى يعني أحد المطاعم بالأحرى يعني يقوم بتعويض ذلك وتقديم العصائر، لكن حتى العصائر أيضا بالنسبة للأطفال لا ننصح بها إذا كانت غنية بالسكريات أو مضاف لها السكريات وغير ذلك. نعم. طيب عندي اتصال من الأخ أبو فيصل. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام دكتور، جزاك الله خير على البرنامج الطيب. يا مرحبا. الله يسلمك. بعيد عن الموضوع تقريبا، أنا دكتورة عندي ترومبوزس ويعني الدورة الدموية مضبوطة الشرايين وهذا. فسمعت أن في زنجبيل دكتور يساعد في الدورة الدموية وتفتيح الأوردة الدموية، فكان ما هي المقادير دكتور اللي نأخذ مثلا الزنجبيل يعني كشوقة وكم مرة، هل مع ماء أو مع مشروب ثاني؟ جزاك الله خير. شكرا لاتصالك أخي أبو فيصل، نتمنى لك الصحة والسلامة. وطبعا لابد أن يكون هناك زيارة دورية للطبيب المختص بأمراض الأوعية الدموية وأيضا أمراض القلب فقط للإطمئنان، وحتى نعرف طبعا شو السبب إذا كان. نعم. أكيد هو يشوف أكيد دكتور. بسام يشوف دكتور، ولكنه في أشياء مثل الزنجبيل الكركم. وطبعا أكيد الأوميغا 3 هذني الأشياء تساعد على سيولة الدم. ونفس الوقت بالنسبة للشرايين، بالنسبة للكركم نتكلم من 2 جرام باليوم للشخص مثلك، يعني ملعقة صغيرة مال الشاي نصها. وبالنسبة للزنجبيل الفريش نتكلم من 5 جرام باليوم. نعم. معناته ملعقة صغيرة مال الشاي كلها. نعم. كاملة نقدر ناخذها مع المي، مي الدافي ما في أي مشكلة. طيب بين ما شربت مي كمان دكتورة نادية، هناك سؤال أيضا عن المياه الغازية، يعني ماذا عن المياه الغازية بمعنى كم مرة بنشربها في اليوم، كم مرة بنشربها في الأسبوع، كم مرة بنشربها في الشهر؟ أنا طبعا كنت شايفة هذا السؤال يجي فعلمت هذا حضرت للجواب. نعم. أوكي. مياه الغازية ما فيها مبيدات غذائية لأنه أكثر وقت تكون من مياه معدنية تكون صايرة فيها طبعا كربونيت عشان يطيها هذا النوع من الغاز. إذا الشخص بس يشرب مي غازي، لأنه في بعض الناس مثلا ما يشربون مي العادي بس مي غازي، فهذا الشيء جدا خطر لأنه يقدر يأثر على الأسنان ونفس الوقت على العظام، يقدر يطيل الشخص قرحة في المعدة أيضا، مرات مشاكل هضم أيضا. ولكنه إذا يشرب مثلا مي غازي 250 ملي كوب واحد باليوم ما في أي مشكلة، طبعا إذا ما عنده مشاكل معدة ومشاكل عظام ما في أي مشكلة، يقدر يشرب مرة باليوم 250 ملي أو 300 ملي مو أكثر من هذا. طبعا نحن نتكلم بشكل عام ومنذكر بأن هناك معايير لتسجيل أي منتج غذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك رقابة غذائية وأيضا يعني تحديدا حتى بلدي دبي لديها تطبيق حاليا جديد اسمه منتجي، نأمل قريبا أن يكون طبعا هذا التطبيق يختص حاليا بالمنتجات الاستهلاكية والمكملات الغذائية، ومثل ما ذكروا بأنه إن شاء الله في مطلع السنة القادمة سيشمل أيضا المنتجات الغذائية، بمعنى
نضع من خلال هذا المنتج هذا التطبيق نعرف إذا كانت هذا المنتج مسجل أم لا، وأيضا بنفس الوقت ما المحتويات أو البطاقة الخاصة به. نعم. فنتكلم بشكل عام لأنه كثير من الأشخاص يسافرون إلى دول وإلى مناطق أخرى، فطبعا ممكن يتناولوا المشروبات الغازية هناك التي تستخدم كمبيدات. طيب هل الأرقام اللي طبعا ذكرناها اللي هي التي توضع على الفواكه التفاح تحديدا مثل ما ذكر الأخ محمد الجزيري، هل هذه الأرقام تنطبق على كل الفواكه ولا فقط على التفاح؟ لا، تنطبق على كل الفواكه، يعني نعم. بالعادة في ستاندرد عالمي أي بلد اللي يروح لازم يكون بهالطريقة. أكثر وقت بس نشوف أنه مثلا يجوز الفواكه والخضروات اللي تكون محلية يجوز ما عليها هذني الستيكرز أو هذني اللزقات خلينا نقول، بس أكثر وقت يعني بنقول أنه أشياء اللي تكون عالميا أو ستاندرد هذني الأرقام موجودة. طيب رسالة أيضا تقول هل هذه المبيدات أيضا موجودة في المشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية؟ نعم، بالنسبة لمشروبات الطاقة هذني المبيدات فموجودة، وحتى لو موجودة بشكل جدا جدا قليل. طبعا احنا تكلمنا يعني عدة مرات من مشروبات الطاقة والأضرار مالتها، بس مبيدات الغذائية ما موجودة فيها، ولكنه الكحول نعم موجودة، لأنه احنا نعرف بعض الكحول تصير مشروبات الكحولية يعني تصير من العنب أو غيرها. نعم. فهذني نعم تقدر تحتوي على المبيدات الكيميائية أو الحشرية. نعم. طيب النصيحة الأخيرة ماذا ننصح؟ النصيحة الأخيرة أعتقد أنه يعني نخلي المبيدات يعني الغذائية على جانب، ولكنه في كل الحالات المشروبات اللي اليوم تكلمنا عليها، كل المشروبات اللي تكلمت عليها هي عدها أضرارها غير المبيدات الغذائية. طبعا المبيدات الغذائية تسوي غير أشياء مثل السرطانات، مثل الأمراض العصبية اللي هو مثلا نسيان، الباركنسون، مولتيبل سكليروزز، كل هذني الأشياء واللي أكثر دنشوفهم أكثر وأكثر يعني في بعض البلدان. فأعتقد جدا مهم أنه ننتبه على هذني الأشياء اللي هي يعني أنا أشوفها أنه أولا كالوري فري كالوري، يعني ما فيها سعرات حرارية، يعني فيها سعرات حرارية ولكنه ما فيها فايدة، ولكنه فوق هذا تسوي لنا غير نوع من الأمراض اللي إحنا يعني بغنى عنها. فأعتقد أنه جدا مهم ننتبه خصوصا عند الأطفال أنه لا نعطيهم هذني الأشياء بكثرة. كل الشكر للدكتورة نادية الموسوي استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. دكتورة نادية شكرا جزيلا لهذه المعلومات. عفوا دكتور، حياك الله.